سؤال، ماذا يعني قول ان ايليا له روحين؟ محدش قال ان ايليا له روحين، ده هتجيبوا لنا بدعة. محدش قال ان ايليا له روحين. كمان ايليا لم يمت علشان روحه تخرج منه تروح في جسد اخر، هو ما زالت روحه في جسد انه صعد الى السماء حيا. فالكلام اللي يقال عن ايليا كلام مش مظبوط.